Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita sambung kembali tadarus Al-Quran dimulai dari surah Al-Ma'idah ayat 46. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku tajwid offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku tajwid offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA, akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilakan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Silakan nanti chat kami di nomor WA. Coba kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Kol-kolnya terlambat karena kofnya tasydid. من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم
بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا Perhatikan di sini dal sukun berjumpa dengan dal. Ini adalah idgham mutamatsilain. Dal yang pertama telah gabung pada dal yang kedua, maka tidak dibaca lagi. Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih.
Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. Tanya disukunkan, berikan bunyi hamas. Ada suara yang berisikan angin. Suht, suht. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. Sama dengan yang tadi, وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itulah tadarus kita pada video kali ini. Insyaallah besok kita sambung 3 halaman terakhir pada juz yang ke-6. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.